إبراهيم الزيد والاعتداء الآثم على الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله في سنة 1400 هجرية قام أحد غلاة الجماعات الحزبية الضالة بالاعتداء على الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله في جامع الجوهرة بمدينة الرياض وبحضور عدد من المشايخ والعلماء وكان من بينهم العلامة صالح الفوزان حفظه الله حيث قام هذا الشخص بمقاطعة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله وأنكر عليه وجود الجماعات في المجتمع السعودي ثم ما لبث أن قام مع حزبه تجاه الشيخ محمد أمان الجامي محاولا الاعتداء عليه وضربه مع مجموعة معه كانوا مستعدين لهذا العمل وإليكم مقطعا صوتيا لهذه الحادثة. تقول الشباب في هذه الأيام تفرقوا وصاروا جماعات وأجساد بسبب عدم اتباع العلماء الصالحين، وقلتم في المحاضرة تصحيح لمناهج، فهل ناصحتم لولاة الأمر؟ هكذا كتب. السؤال على الفقرة الأولى، سبب تفرق الشباب إلى أحزاب وفرق وجماعات، السبب معروف، السبب أمر واقعي، وهو وجود من يهيجهم التهييج السياسي، ووجود من يوزعهم على الجماعات، بل وجود هذه الجماعات المحدثة، الجماعات الموجودة في الساحة اليوم أنا أعتبرها محدثة، إذ لا يوجد قبل هذا الانفتاح، لا يوجد في هذا البلد جماعات، جماعة واحدة، المجتمع السعودي كله جماعة واحدة، جماعة المسلمين، لا يوجد غير هذه الجماعة. وجود الجماعات واشتغال كل جماعة بالدعاية لمنهجها هو السبب في تفرق الشباب وتشتتهم، وهذه الجماعات هي التي وزعتهم على هذه الجماعات، إلى أن سمعنا شباب الصحوة والخلوف ولأول مرة. بعد أن استمعنا لتعامل الثوريين مع العلماء وكيف أنكروا وجود الجماعات الحزبية الضالة في المجتمع السعودي، لنشاهد الآن ولنتعرف على شخصية المعتدي على الشيخ محمد أمان الجامي
وما منصبه؟ وما الذي قاله عن الجماعات بما فيها تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي بعد بيان وزارة الداخلية؟ كما شدد الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية دكتور إبراهيم الزيد على أن الدولة راعية للإسلام في هذا العصر ولا يمكن لأحد أن يشكك فيها بعد صدور هذا البيان، ولكن هناك بعض الجماعات التي تعد أن حمل لواء الإسلام وهي تسير بأبناء المسلمين إلى الهاوية. لا يمكن لأحد أن يقول أن هذه الدولة عندها موقف من الإسلام أو أنها لا تؤيد الأعمال الجهادية في سبيل الله أو غير ذلك من الكلام الذي ممكن أن يقال، وإنما نحن رعينا الإسلام في هذا العصر، وبإذن الله قادتنا سائرون على هذا الخط. ولكن المسألة أن هناك خلل في التصورات انتشر في الآونة الأخيرة، وهناك تجمعات كثيرة تحمل أو تدعي حمل لواء الإسلام ولا يعلم ما وراءها، وقد تسير وفعلا سارت بكثير من أبناء المسلمين إلى الضلال وإلى الهاوية. هذا هو إبراهيم الزيد الذي اعتدى على الشيخ محمد أمان الجامي، والذي أنكر وجود الجماعات كالإخوان المسلمين والتبليغ وغيرهما، وها هو اليوم يعترف بوجود الخلل الفكري لدى شباب بلادنا السعودية بسبب هذه الجماعات، وهو ما زال على فكره معاديا للدعوة السلفية ودعاتها مع أخيه الضال عمر الزيد. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بمجموعة نايف بن خالد الإعلامية.